أصدقائي المشاهدين، هنصور النهاردة مع بعض مقام العجم. أولاً مقام العجم من درجة الدو. مقام العجم من درجة الدو زي ما احنا عارفين، طالما بدأ من الدو هينتهي بالدو، وزي ما احنا شايفين السلم دلوقتي قدامنا على الشاشة، دو ري مي فا صول لا سي دو. دو ري مي فا صول لا سي دو، ده مقام العجم اللي هو بيسمى سلم الدو ماجير او الدو ميجر. مقام العجم بيتعزف على العود بالشكل التالي زي ما هو برضو واضح قدامكم على الشاشة، دو بالتالت، ري مطلق، مي فا